السلام عليكم ورحمة الله. تأطير مجموع عددين، إذا نبدأ بالخاصية أو ب و إكس و Y و Z و T أعداد حقيقية. إذا الأعداد حقيقية كما بغات تكون موجبة سالبة ماشي مهم. إذا كان A محصور بين X و Y و B محصور بين Z و T، فإن المجموع A زائد B محصور بين X زائد زد و إغريك زائد تي، يعني كناخدو أصغر عدد زائد أصغر عدد، وهنا كناخدو في الجزء الثاني كناخدو أكبر عدد زائد أكبر عدد. إذا نديرو واحد المثال تطبيقي باش نفهمو هاد العملية مزيان. إذا إكس و إغريك عددان حقيقيان، بحيث إكس محصور بين 3 و 8 و إغريك محصور ما بين ناقص 4 و 2. إذا أطر إكس زائد إغريك، يعني x زائد y. اذا هنا عندنا x محصوره بين 8 و 3، وعندنا y محصوره بين 2 و ناقص 4. اذا كندير واحد، اذا الترتيب ما كيتغيرش. اذا هذا الشيء اللي لداخل، يعني x زائد y، كناخذ هنا اصغر عدد زائد اصغر عدد، يعني 3 زائد ناقص 4 أصغر من أكبر عدد زائد أكبر عدد، إذن 8 زائد 2. إذن هنا 3 زائد كنحيدو الأقواس، إذن زائد ناقص كيعطينا ناقص، إذن 3 ناقص 4 إكس زائد إكريك، 8 زائد 2 10، 3 ناقص 4 هي ناقص 1، محصورة أصغر من x زائد y أصغر من العدد.